شو كان عم يخطر ببالك هالوقت؟ يعني أنا أنت بي 28 سنة بعيد عن مرتك وعن ابنك، شو اللي فكرت فيه؟ فكرت فيه إنه ربي عندي إلي حساب عند ربي قبل كل شيء، لأنه أنا هذا ابني أنا المسؤول عنه، وأنا قدام ربي عملت اللي علي، تعذبت ورحت وجيت عندي أكثر من 4 أشهر كمان بوقع على السفارة، كل أسبوع على السفارة سفارة، ما خليت محل، ما أعطوني الفيزا. ما إلك قرايب بألمانيا؟ ما إلك هي قرايب لإلها بتعرفهم، أصحاب إلكن، أي حدا مشترك بينك وبينها يقدر يسأل عنا؟ نعم. ما جربت تدور عن طريق أهلها عليها؟ ما معي رقم التليفون. وانا هلا لغه الالمانيه صارت سيت منيح منها، يعني 90% نسيت. كنت تحكي الماني منيح؟ ايه كنت احكي واكتب واقرا، عندي هيك مكاتيب منها. شو بقولوا مكاتيبها؟ كلها حب، بتحبني. ولا عاد اجا ولا مكتوب من وقت ما خلصوا هالاسبوعين؟ يعني عم نحكي ولا مكتوب من 28 سنه، ولا رسالة ولا إشارة ولا شيء، ولا شيء مرة هلأ بعد السلولار، شيء مسج، شيء خط، شيء كلمة، ولا شيء، ولا صورة، ولا شيء أبدا. صور دانيال ضلوا عندك؟ إيه. محمد قلت لي إنه في صور جابتهم هي معها، تركتهم هون؟ صحيح تركتهم هون. في يعني حتى هي وقت إجت لهون كمان في لها صور هون، كمان هي لها صور هون. وفي ورق غيرهم عندك؟ ورق الزواج. فيني اشوفهم؟ شكرا. يلا.